2014. قصتي اصلا مع التصوير، انا بدات في ان انا داخل الموضوع ده عند ليه عند انا كنت شغال في مصنع ميدل، بس مش بيشوفون بره، في دول في وسط البلد، كنت في المصنع نفسه، مش بقى اطلع من بلد مش بتاعي. كنت شغال في مصنع ميدل، بس انا بحب التصوير من زمان. وليه من زمان؟ من تقريبا 2009. كان معايا كاميرا ديجيتال صغيره، كنت بنزل اصور بيها، واشتغلت في شركه من شركات الاتصالات. كنت بنزل اراقب جوده على الدعايه، هل الدعايه بتوصل ولا لا. كنت بشوف الدعايه دي بتوصل ولا لا في كل محافظات مصر. دخلت قرى ونجوع، ركبت مواصلات غريبه اصلا عشان اوصل. فمن هنا بدا ان انا احب التصوير واشوف انا ممكن اعمل ايه. بدا انا عندي 30 سنه بس، يعني عارف ان انا كبير شويه، بس المشوار كان صعب. فبدات احوش من فلوس الشغل اللي انا كنت فيه، وعملت جمعية، ولما رحت اشتريت الكاميرا اتنصب عليا. أصلا أول ما اشتريت الكاميرا خدتها من الراجل، هو جربها لي، فقال لي خد، فخدتها، فقلت له الكاميرا بايظة مش شغالة، وأدوس على الزرار ما بتصورش، مش شغالة أصلا، قال لي مش شغالة بقى تفتح الكاميرا أصلا، هي الكاميرا كانت مقفولة وأنا مش فاهم أي حاجة. كان معايا صاحبي والفلوس اتنصب عليا فيها، يعني اداني بسعر أغلى من المفروض أخده. وصاحبي كمل لي، انا بشكر عبد الله جدا يعني، عشان هو كان سبب في ان انا ابقى مصور. اخوه كمان استاذي، استاذ خالد عيد، مصور في اخبار اليوم، هو اللي قال لنا انتوا مجانين رايحين تشتروا من، رايحين نشتري من مكان هايبر ماركت، انتوا مجانين رايحين تشتروا منين؟ فنزلنا وسط البلد اتنصب علينا برضه. فرقتش كتير يعني. ومن ساعتها وبعدها بكام شهر الكاميرا باظت، العدسه باظت، فما كانش معايا فلوس اصلحها، فركنتها ورجعت اشتغل في المصنع تاني. وبدات بقى رحله البحث عن انا بعمل ايه، او هعمل ده ازاي. فطبعا انا معيش فلوس اصلح العدسه، فقررت ان انا اشغل دماغي زي بقيه المصريين، وفتحت اليوتيوب، ودخلت المحل عند واحد صاحبي، وجبت طقم مفكات صغير وفكيت العدسه. وريني بقى هتعمل فيها ايه. ما قدرتش اعمل فيها حاجه طبعا، يعني هي اتصلحت بنسبه 30%، بس طبعا انا ما كنتش فاهم اي حاجه. حد جه نصب عليا وقال لي تاني، دي النصبه التانيه في المجال بتاعي او في طريقي. قال لي انت هتشتغل معايا مصور صحفي في مكان ما، هقول لك انت عليه عشان هو يخصك شويه. ونزلت وبقيت انزل معاه واتفرج واشوف واصور، وياخد مني الماتيريال ويديني 200 جنيه اخر اليوم، 100 جنيه اخر اليوم. انا بعمل ايه اصلا؟ في الاخر طلع من الصف، فهو سابني ومشي وقال لي انت مالكش شغل معايا، وانا كده كده ما كناش شغالين. لما بدات اسال وافهم واعرف من الناس المفروض شغلي يتنشر فين، المفروض اتفرج على شغل ازاي، ما انا كان حلم حياتي ان انا، عشان ابويا دايما بيقول لي ما انت هتبقى مصوراتي، ولما تروح تخطب وتتجوز هتقول لهم ان انت مصوراتي، وهتتجوز ازاي وهتجيب فلوس منين. فانا كنت عايز اشوف منتج قدامي اقول لابويا يا بابا انا شغال، في حاجة بتقول إن أنا شغال في أي مكان في العالم، حتى لو تحت بير السلم، بس أنا شغال وبقول أنا موجود. فهو كل ده بخ، وجي قال لي أنت أصلا عمرك ما هتبقى ناجح، وعمرك طول عمرك هتفضل فاشل، وهتفضل فاشل. فمن ساعتها أنا قررت، قلت له لا، أنا هبقى أفضل مصور صحفي في وسط أصحابي، مش في العالم يعني، بس يعني قلت له أفضل، هبقى أفضل مصور صحفي في وسط أصحابي، وهقعد اتكلم وهقول هاجي في يوم وهبقى في مكان بتكلم فيه عن صغري زي النهارده. ما كنتش متوقع ان انا هبقى هنا ولا هبقى في اماكن تانية. فانا حابب اشكر دوكيومنتريز، وحابب اشكر عادل عيسى انه اداني الفرصه ان ابقى موجود هنا، وان ابقى مع ناس، اربعه من المصورين اللي بحبهم، يمكن بلال مش موجود، بس اربعه من المصورين بحبهم وبحب اتفرج على شغلهم. نوم جرموسي اللي قاعد جنبي، وبعد كده هيبقى معانا عمر هيتكلم عن الفيديو، ومعانا مصطفى عميره. عميره من اول الناس اللي امنت وقالت لي تعالى، وكان بيسلفني عدسات كتير قوي بصراحه، وابقى رايح مثلا لو انا رايح اصور ماتش، فتعالى وخد العدسه، ويبقى شايل على قلبه عدساته وشنطه عدساته، لان معدات الرياضه غاليه وتقيله، فكان يشيل العدسه كمان زياده، ولو احتجته في اي حاجه بصراحه بلاقيه. جرنوس ياما خدت منه العدسه بايظه دي، هو عرفكم بنفسه بقى. ده دي شويه صور من اللي انا صورتها. خلينا نتكلم اصلا ايه هو التصوير الصحفي. التصوير او الصوره الصحفيه هي جزء من الحالة الصحفية عموما، وان هي اداة من ادوات التصوير الصحفي، او من اداة من ادوات الكتابة الصحفية، زيها زي القلم بالظبط.
يمكن الصحفي الكتاب او التكست بيكتب بالقلم، احنا بنكتب بالصوره. الصوره دايما او كما يقال يعني انها بألف كلمه. مفيش مقال، يمكن المقالات بتتبني على الصورة. ممكن ما يبقاش في مجال ان احنا نبقى بنتكلم بنكتب حلو، بس ممكن الصورة تخلينا نكتب كويس. الصورة الصحفية مهمة جدا، طبعا ليها معايير زيها زي الخبر الصحفي. ازاي ابقى اصلا مصور صحفي؟ دي الفكره. انا مؤمن بفكره ان لازم الواحد يبقى بيتفرج على صور كتير جدا. يعني انا بصحى الصبح من النوم دايما في مشكله مع مراتي، هي قاعده بالمناسبه، ان ليه تفتح الموبايل اول ما تصحى من النوم؟ انا بفتح الموبايل اعمل ايه بقى؟ ان انا لازم اتفرج على وكالات الانباء هي عملت ايه، يمكن في حاجه حصلت بالليل وانا مش واخد بالي منها، فاتفرج هم بيعملوا ايه، صوروا ايه، صوروا ازاي، ايه الانجلز اللي خدوها عشان يطلعوا صوره شكلها حلو وصوره صحفيه مظبوطه. بفتح كل الوكالات، بتفرج على صور كتير جدا طول ما انا قاعد. انا بسكرول على الفيسبوك، يمكن متحكم شويه في التايم لاين عندي ان انا مخليه معظمه مصورين، سواء من مصر او من بره مصر. حتى لو مش فاهم الكابشن اللي كاتبين، يعني انا مثلا اليونانيين المصورين اليونانيين اللي عندي انا ما فاهمش اصلا هم كاتبين ايه، فهم جاي واخد بقى ترانسليت افهم هم كاتبين ايه، او اخش على الوكاله مثلا لو هم في وكاله معينه اخد بقى افهم هم كاتبين ايه بالانجلش فاحاول اترجم. قصه حزينه يعني. بس ده لازم يتعمل ولازم نصور كتير. المصور الصحفي ليه ميزه انه بيبقى موجود في اماكن مش موجود فيها باقي الناس. طبعا بنتشتم نظرا لان انت ازاي تصور ده؟ وليه تصور الصعبانيات دي؟ وليه تشوه صوره البلد؟ يا جماعه انا بنقل الصوره اللي موجوده وبس. في بعض الاسس والمعايير اللي لازم تبقى موجوده ولازم نخلي بالنا منها، ان الصوره الصحفيه ما ينفعش فيها استخدم الفوتوشوب ان انا اغير ميجا بكسل واحد حتى في الصوره. لو الكروب انا متاح ان انا اعمل كروب او اظبط في اللايف، بس لو الكروب هيبوظ معنى الصوره ويزيف حقيقه من حاجه لحاجه ده ممنوع ان انا اعمله. في وكالات انباء معينه في العالم شرط على المصورين اللي موجودين عندها ان هم يحملوا الفوتوشوب اصلا على اجهزتهم، ممنوع. وده حصل يعني في الحرب بتاعت 2006 في لبنان، كان عدنان الحاج ده مصور في رويترز زود كثافه الدخان في الحرب. يعني كان في الحرب بتاعت 2006 كان في دخان طالع، هو اوريدي كان طالع، فهو زودته بالفوتوشوب. ساعتها اتفضح بتبقى فضيحه عالميه وبيتمنع ان هو يشتغل تاني، وبينزل خبر ان هو مزور ومدلس في الصور الصحفيه، فده بيتمنع ان هو يشتغل في اي وكاله تانيه، مع ان هو ما يعني ما زودش او ما بوظش حاجه. هو قال ان في دخان وفي حريقه وفي كل حاجه، بس هو زود الدخان، فانت كده بوظت شكل الصوره عموما او زيفت الحقيقه. لازم المصور الصحفي يبقى حيادي و ملوش دعوه باطراف النزاع هما بيعملوا ايه. لازم يبقى عارف التايم بتاعه، هو انا هبقى موجود امتى وهبقى موجود ازاي هعمل ايه، عشان ما ينفعش اجي على في صف حد ضد حد، وخصوصا لو هما فئتين بيتضاربوا. هنقول مثلا ان هما متظاهرين وشرطه، او فئتين لو هي حرب اهليه ما بين قبيلتين، او اتنين في مشكله كبيره ما بينهم، ما ينفعش ان انا ابقى موجود انحاز لطرف وانحاز للطرف الثاني. الصورة الصحفية لازم بتجاوب على الست أسئلة اللي احنا موجودة في الصحافة عموما، فين وازاي وامتى ومين دول وليه وازاي. كل ده لازم نجاوب عليه، ومش شرط بنعمل ده في كل الصور، بس بنحاول ان احنا لو انا مثلا هنقول ان انا في حرب في او في الزلزال بتاع تركيا، فانا لازم احاول اشوف اخلي في الكادر بتاعي علم تركيا، شكل الزلزال باين كده كده اصلا. انا بحب الصوره دي جدا، كانت 6 الصبح. مصور كمان لازم احط الاساسيات، او مش الاساسيات، احط ان انا نفسي انا منعزل تماما عن ماليش اي اراء سياسيه او شخصيه في الصوره الصحفيه. انا خدت وقت كتير انا عارف، بس انا عايز جرنوس يتكلم. كل دي صور، الصورة دي كانت في اسماعيلية،
دي من الصور الديلي لايف، هي ما لهاش علاقه بصور الصحافه قوي. التصوير الصحفي ليه انواع كمان، في منه التصوير البيئي اللي هو زي اللي بنشوفه في ناشونال جيوغرافيك، بس مش صور الحيوانات، الصور الماساويه بتاعه تغيير المناخ او تاثيره على البيئه، بيعمل ايه المناخ في البيئه. ففي ناس متخصصه في الشؤون دي بتصور الحاجات دي، بس سواء بقى جفاف بحيرات، سواء ظواهر طبيعيه او ظواهر فلكيه غير الانسان داخل فيها يعني، او بفعل الانسان زي مثلا قطع الاشجار. دي صوره بتبقى من النشاط البيئي مهمه جدا، لازم ابقى محيط او اقعد ادور حواليا على كل الاماكن هطلع صوره مختلفه عن اللي واقفين ليه. ازاي؟ لان احنا مصورين كتير قوي، احنا مصورين صحفيين، وفيهم ميزه بصراحه يعني 90% مننا بنحب بعض، و90% مننا بنساعد بعض. يمكن ناس كتير في اوساط تانية ما بتحبش بعض، المحررين عندنا ما بيحبوش بعض، المحررين الصحفيين ما بيحبوش بعض. مش كلهم طبعا، بس يعني معظمهم ما بيحبش بعض. انما احنا، انا ما خدتش الصوره دي يا جرموس، خد ايه، خد الكارت وخد اللي انت عايزه، احنا بنساعد بعض بشكل او باخر يعني. بنحاول ان احنا نبقى متعاونين، بنخاف على بعض جدا، لان احنا بنبقى واقفين في مكان واحد. ممكن يبقى صوره زي دي مثلا، صوره بتاعت دي حادثه قطر كانت ما قبل الكورونا بالظبط يعني. دي العاصفه، دي كانت وقت العاصفه في مارس، كان يوم اجازه. انا كان يوم اجازه والجمال استدعاني وقال لي تعالى انت طوارئ عشان في عاصفه ومطر وبتاع، وانت هتيجي هبات في الجمال. هبات فيك يا جماعه؟ والله جابوا لي بطانيه وفي مكتب كده على جنب، وانت هبات هنا. انا تقريبا كنت واخد معايا هدوم لثلاث اربع ايام، انا غيرتهم في يوم واحد. انا كنت بطلع تمام الدنيا تمام، انزل اصور المطر فهدومي كلها تتبهدل، فاطلع اغير تاني عشان ما اخدش برد. فجم قالوا لي سيد في حادثه قطر في السبتيه، على الله. واتحركت وساعتها ورحت وقابلت الجنوس هناك، ويعني الكشافات دي اصلا الكشافات بتوع التلفزيون هنستغلهم، لان المكان ضلمة جدا. بنشكر برضو بتوع التلفزيون وبتوع الفيديو عشان بنستغل الكشافات بتاعتهم. دي وقت الكورونا، دايما الصورة الصحفية لازم بتبقى بتشرح قصة او بتقول لنا انت فين وبتعمل ايه. دي كانت حملة ازالة في روضة الفرح. اليوم ده كان تقديره بالنسبة لي، اليوم بتاع حملة الازالة، لان انا نزلوني الساعة 7 الصبح. احنا مالناش مواعيد، ودي من ضمن عيوب المصور الصحفي او التصوير الصحفي، انت مالكش مواعيد وفي اي لحظة بتطلب. حتى لو نايم في عز البرد فانت انزل في كارثة دلوقتي. المؤتمرات كده كده بنبقى عارفين قبلها باسبوع، قبلها باسبوعين، قبلها باربع ايام، حتى لو بالليل. انما انت ممكن تنزل، يلا انت عندك كارثه دلوقتي. انت بقى ظروفك ايه؟ ظروفك شكلها عامل ازاي؟ بتعمل ايه اصلا؟ انت لازم تبقى موجود. فدي قناه السويس، دي ساعه ما السفينه ايفر جيفن كانت تعطلت في اليوم ده. ليه موقف ومعايا برازيل اهو. اليوم ده بالذات كان ده ساعة ما السفينة اتحركت. أنا كان الجورنال رافض بقاله 6 أيام إن هو يسفرني السويس. ليه؟ قال لك ما عندناش تصريح وعايزين تصريح من أماكن جهات أمنية وبتاع، والمحررة قررت إنها تكبر دماغها فقالت لا مش مفيش، مش عايزين نصور، إحنا هنجيب بيانات من الإيه؟ من هيئة قناة السويس. فأنا قررت إن أنا إيه؟ قلت لهم أنا تاني يوم مسافر. قال لي لا ما أنت عندك شغل الصبح. فبعتوني حوار في الزمالك قالوا لي اطلع هناك. طب يا جماعه عايز اسافر؟ قال لك لا. فانا قررت، انا كمان ما كانش معايا فلوس ان انا اسافر، فقررت قلت له بابا انا عايز فلوس. فقال لي ليه؟ قلت له هستلفه منك والله، واستلفت منه وقررت ان انا ايه هروح ثلاث اربع ايام اشتغل فيه. ورحت وصلت وكانت الحسره الكبرى. انا وصلت قدام مكان السفينه، لقيت السفينه بتتحرك قدامي. طب ايه؟ مش كانها دخلت في نطاق منطقة عسكرية، ونطاق منطقة عسكرية ما فيهاش تصوير. أنا عملت عبيط ساعتها ودخلت وقلت لهم سواء أنا داخل أصور. قال أنت رايح فين يا ابني؟ فعايزين تصوير المخابرات الحربية، طبعا ده كان استحالة يحصل. كلمت برازيلي وبرازيلي من السويس، فقلت له أنا هتصرف. فقال لي هو أصلا شغال في المينا، وهو ما كانش يعرف إن السفينة يعني دي كان من ضمن، هو ما كانش يعرف إن السفينة عطلانة ومع إنه شغال في المينا. هل أنا معايا أبلكيشن؟
وما يعرفش نعمل دول في السويس. فقرر ان هو قال لي في ابلكيشن احنا بنبقى عارفين ايه السفن اللي داخله وطريقها ايه وماشيه بسرعه قد ايه. فقلت له افتح لي، فعرفنا انها في مكان ما بين اسماعيليه والسويس. الطريق كان حوالي ساعه وربع ما بين، المفروض ان هو لو دايركت من اسماعيليه للسويس هي ساعه، بس احنا عشان هنخش مناطق جوه فهي كانت ساعه. فقلت له طب يلا، ركبنا ورحنا الموقف وتحركنا ورحنا مكان. المكان ده دي كارثه، انا مش هقول المكان ده فين بالظبط او كان ورايا ايه، بس هي جهه عسكريه. وقررت ان انا هروح واصور وزي ما ترسم. وركبت توك توك وقلت له وديني على البحر. فطلع البحر ده اصلا منطقه هي شط القناه كله منطقه عسكريه ممنوع ان حد ينزل فيها، بيبقى في شواطئ مخصصه وتابع القوات المسلحه، فطبعا عايزه تصحي. قررت اخدت التوك توك ونزلت وصورت ونطيت في التوك توك، قلت بجري بسرعه اختفي من هنا. وقررت ان انا ارجع اسماعيليه تاني، السويس تاني سوري. ورجعت السويس وكان كلمتني وكالة الانباء الالمانيه، انت مسافر ولا مروح؟ انا اصلا واقف في عربيه القاهره وحاطط شنطتي في عربيه القاهره ومنعت ان انا اجيب اكل كتير وانا ماشي سناكس وبتاع. فانا واقف، انت مسافر ولا مروح؟ قلت له لا انا مسافر راجع القاهره ولا رايح اسماعيليه؟ قلت له لا انا رايح اسماعيليه، انا واقف اصلا مستني على اسماعيليه. ده بجد؟ قالوا لي انت بايت ولا يعني هتبات في اسماعيليه ولا هتروح القاهره؟ قلت لهم انا اصلا رايح اسماعيليه، يعني انا في طريق رايح اسماعيليه. طب هنرجع لك تاني، كلموني سيد انت في اساينمنت لوكاله الانباء الالمانيه من ضمن الصوره دي هتشتغل. مين تاني يوم جه؟ سياده الرئيس. فكل الامور اختلفت، انتوا بتعملوا ايه؟ ما انا كده مش هنعرف نصور. ربنا اراد ودخلنا وصورنا اخر سفينه معديه لان كان في سفن كتير. فانا حابب اشكر البرازيل عشان تنرمك معايا ورجعنا السويس تاني وهو سافر. قصه حزينه يعني. فهي المصور الصحفي انت بتدور على انك تطلع صوره مختلفه، ويمكن كانت الصوره بتاعتي يعني بفضل الله اتنشرت في اماكن كتير بره. يعني كانت مختلفة عن ان الكل صوره. ليه؟ لان الكل كان في مكان واحد فالصور شبه شكل بعض، يمكن مش نفس الكاتب بس الشكل بعض. انما صور تانية كانت مختلفة من زاوية تانية لان انا كنت لوحدي. في حد بيعمل ده دايما وسمينه الساحر، محمد عبد الغني. محمد عبد الغني بيبقى واقف في وسطينا اصلا ويختفي ويرجع، احنا ما نفهمش هو راح فين ولا عمل ايه، بس بنرجع على البيت او نرجع بقى لما نفتح الويب سايتس، نفتح رويترز ونصور رويترز، نفتح رويترز هو جاب دي منين اصلا؟ هو احنا كنا فين وهو بيعمل دي؟ فده دي من الاماكن او من الحاجات اللي تبقى صعبه على المصور الصحفي انه لازم ياخد باله منها. دي حادثه القطر، دي كنا في رمضان. حادثه القطر دي كنت نايم في البيت واحنا عاملين كده شات على الواتساب انا واصحابي بتوع دوكيومنتريز. ف سيد انت فين؟ في حادثه قطر. في اصحابي اللي قالوا لي في حادثه قطر في بنها. فانا بنها قريبه مني، فنزلت وركبت ورحت. وانا كنا في رمضان وصايمين وبتاع، كان نفسي الحقني بعد الغم عليا بس شويه كده. وصايمين وتعبانين ومفرهدين، وقررت ان انا اروح. اتحركت على هناك. اول ما رحت بالمناسبه انا صورت بالموبايل لان كانت الدنيا مش امان، وصوره الصوره الصحفيه او دايما بيقولوا لنا في التصوير الصحفي ان صوره حياتك اهم من اي صوره. ما ينفعش اي صوره تبذل فيها مجهود يجي عليك على امانك الشخصي. امانك الشخصي هو رقم واحد، تولع الصوره على اولى الشغل. ده كده قاعده رقم واحد. فانا يعني اتعاملت بالقاعده دي وان انا لازم اتعامل بان انا امان الشخص. فانا بقيت عامل عارفين اللي هو مين ده ايه ده في يا جماعه دي حادثه يا لهوي. وقام جاي مصور صورتين بالموبايل وحط الموبايل في جيبي واعمل عبيط واروح عند ناس ثانيه وفيها ابن عمي وفيها خال. ايه ده انتوا بتعملوا مين دول؟ او كم واحد مات؟ واعمل عبيط. انا بجمع داتا اصلا عشان ابقى فاهم انا بعمل ايه، وحتى لما ابعت خبر حتى بقى او هبعت لهم اقول لهم مثلا الوفيات كذا او المصابين كذا لازم ابقى متاكد كويس جدا من اللي بقوله. فاعمل عبيط هو في ايه؟ مين دول؟ وقام جاي مصور صورتين بالموبايل وانا ايه؟ في المستخبي كده. فين وفين لما بدات بقى اقابل مثلا تابلوسي، اقابل طارق وجيه، اقابل ناس زمايلنا يعني، فلقيتهم شايلين الكاميرات. هي تيجي مطلع الكاميرا على طول. بدات اخد كام صوره، واقف على سور وصور صوره جنرال من فوق
ومرة واحدة لقيت الدنيا بتعمل كده، فقمت جاي ماسكه وقلت له أنا بقع، وجاي واخد مني الشنطة واخد مني الكاميرا، وكان معانا فاضل مش عارف هو موجود ولا لأ، مش موجود حسبي الله ونعم الوكيل، وقام سندني ومنزلني وجدوني بتوع الإسعاف، جم جابوا لي مرتبة بتاعت الإسعاف دي، مرتبة صح؟ مرتبة، ونايموني وهتفطر بقى. قلت لهم فاضل قد إيه على المغرب؟ قالوا لي فاضل حوالي تلت ساعة. قلت لهم أنا هكمل، والحمد لله يعني. هم قالوا لي طب نخليك معانا، قلت لهم بقيت أقول لهم روحوا اشتغلوا وارجعوا لي. قالوا لي لا، ما هنخليك معانا، هنخلينا معاك. قلت لهم روحوا اشتغلوا وارجعوا لي، ما أنا ما أعرفش أنا إيه اللي هيحصل، بس أنا في أمان. فبصراحة جابلوش خد مني الكاميرا، قال لي دي أهم حاجة، مش مهم الشنطة تولع بس الكاميرا أنا هخليها معايا، وراح اشتغل. طب أصور لك معايا؟ قلت له لا مش محتاج. فيعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنخاف على بعض، فدي من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نخاف على بعض. دي دي اسمها ايه؟ دي المائدة بتاعت المطرية. انا بعتذر جدا على الدوشة اللي البنوت الصغيرة اللي عندها، بس دي لا بنتي، فلازم تيجي تسبورت يعني. ده من الحاجات المهمة جدا كانت بالنسبة لي. دي كانت جنازة أحد شهداء الجيش الفترة اللي فاتت. أنا كنت في مكان ما كانش فيه غيري، كنت أنا المصور الوحيد اللي موجود، أنا وزميلي محمد حسنين من الأهرام، ورحت وصورت. طبعا أنا بعت الوكالات مصر بوكالات العالم كلها، والصور لفت العالم كله. بس أنا في اليوم ده أنا أصلا كنت شغال وخلصت شغلي وروحت، ونزلوني من الشغل ونزلوني من البيت. أنت سيد هتنسى ليه؟ قال لك في حاجة مهمة هتروح، واحنا مش عارفين امكانيه النشر من عدمه. فاتحركت ورحت، وما كانش فيه غيري، ورحت وصورت، وغلطت غلطه ان انا اي كانت الغلطه اللي انا عملتها يعني، عشان انا بعت نفس الصور، مش نفس الصور، هي صور متشابهه قريبه من بعض بس مش نفس الصور، ودي غلطه كبيره جدا محدش يقع فيها، ان ما ينفعش المصور الصحفي يبعت نفس الصوره لكذا مكان، لازم تبقى صور مختلفه. فانا كانت الصور شبه بعضها بس مش هي، وده كان عامل لي مشكله شويه. وكان يوم صعب جدا، احنا ساعتها انا واقف بصور هعيط ولا مش هعيط في الوقت ده، انا ما ينفعش اصلا مشاعري تتحرك ناحيه اي حاجه، انا لازم ابقى طوب، حجر طوب موجود في المكان، مش هتحرك، مش هيحركني اي حاجه، لان مشاعري وانا بصور بتبان في الصوره. انا مطول قوي، اخلص عادي، عيسى بيقول اخلص وانا هخلص. واعتقد ان انتوا شفتوا الصور كلها، لو حد هيبقى عنده تعليق في الاخر نبقى نسال فيه. بس طبعا معانا محمد القرنوسي بقى يقول لنا، يدينا من خبراته، لان هو شكل قديم 2011 2011 2009، ضيعت سنتين. ومعانا محمد القرنوسي بيقول له مساء الخير، أنا اسمي محمد شكري الجرموسي، مصور صحفي مصر اليوم من 2009. كنت داخل المجال عموما كتجربة، كان في فرصة تدريب في مصر اليوم، أنا أخويا مصور وعمي كمان مصور، فحبيت أنا أجرب الناس دي بتصور ليه أو بيعملوا إيه. فكان في فرصة تدريب في مصر اليوم، دخلت، كنت داخل تجربة يعني، كنت لسه في تانية جامعة، فتجربة ما بعملش أي حاجة غير إن أنا بجرب. قعدت حوالي 3 شهور، وبعد كده رئيس قسمي قرر ان انا اكمل معاه، يعني كان استاذ حسام دياب وقتها. استاذ حسام دياب مدرسه خرج من تحت ايده مصورين مهمين جدا في مصر، مؤثرين في العالم كله مش في مصر بس، من ضمنهم عمرو عبد الله ومحمد عبد الغني وعبد الناصر النوري، يعني ناس كتير قوي. اهم حاجه صورتها واهم حاجه حصلت في مصر في الفتره الاخيره يعني، كان ثوره، حاجه كده الواحد ما كانش مصدق ان في حاجه زي كده بتحصل، او ما كانش فاهم. اول ما حصلت ما حدش كان فاهم ايه اللي بيحصل ده في اول كام يوم، لحد ما يعني خلينا نتكلم عن الصور ونشوف ايه اللي بيحصل. دي كانت قبل الثوره، كانت في 2009، انا شغال من 2009. المظاهرات قبل 2009 كان الموضوع مختلف تماما، هم اشخاص قليلين جدا بيقفوا في اماكن معينه، بيتعمل عليهم كوردون ساعه ساعتين، بيتقبض على كذا حد منهم وبس، مفيش حاجه بتحصل تاني يعني. دي كانت قدام دار القضاء، دي يوم 28 يناير، انا كنت اجازه شهرين قاعد في البيت، كان عندي امتحانات. يوم ما نزلت على 28 يناير، دي كانت في الازهر، دي محمد محمود، يوم 29 يناير تحرير.
29 هيل بعد كده التحرير. دي كانت اول صوره لنقل مبارك من المستشفى، كانت اول مره يتصور وهو بيتنقل. كنت صورتها بعدسه يعني 135 من مسافه بعيده، كان الصوره دي ليها كواليس معينه. يعني انا كنت رايح تقضيه واجب، مديري لما بعتني كان قبلها بشهرين كان بيبعت ناس كل يعني طول الوقت، هم بيروحوا بس ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيقفوا قدام باب المستشفى طول اليوم وبعد كده بيمشوا، هو ما بيطلعش ما بيعملش حاجه. انا لما رحت كنت انا الوحيد اللي موجود، وهي صدفه بحته اللي خلتني اصور الصوره دي. يعني لقيت ضباط دخلت استاذنتهم فهم عادي سابوني، وقفت ورا السور فجاه لقيت مبارك ظهر بينقلوه. دي كانت اول صوره يتنقل فيها للمستشفى، من المستشفى للسجن. تحرير السفاره الاسرائيليه. هنا بنكون مستعدين واحنا في اي حدث اي حاجه بتحصل بشكل مختلف. يعني هو في احداث السفاره الاسرائيليه الناس كلها واقفه عادي، فجاه واحد طلع سلاح وضرب نار في الهواء بعد ثلاث ثواني، مده ثلاث ثواني بعد كده حطه تاني عادي بمنتهى البساطه. يعني الوايت نايت قدام نادي الزمالك. السفاره الامريكيه، الفكره ان انت في حاله معينه كده بتحصل في الاشتباكات، يعني هو نفسه واقف تحس ان هو واقف نجم، هو واقف كده بيتصور كل واحد باصص في اتجاه وهو مش حاسس باللي هو فيه، محدش كان مركز معايا باي شكل من الاشكال. بس اشتباكات السفاره الامريكيه دي كانت بتحصل كل جمعه كانها مسرح او سينما، الناس كانت بتنزل كانها بتلعب رياضه. جنازه جيكا، احتفال جمهور الزمالك بالبطوله 2014. جوه الحرم الجامعي ممنوع تواجد الامن بشكل عام. الصوره دي كان في امتحانات والبنات دول كانوا قاعدين بيراجعوا قدام العساكر. عشان اخد الصوره دي انا عملت حاجه غريبه جدا، رحت لضابط الامام واستاذنت ان انا اصور صوره من بعيد، فهو سمح لي بصورتها ومشيت. بس هي احيانا الدنيا بتبقى سهله واحيانا بتبقى صعبه، يعني هنا هي على حسب، يعني ملهاش مقياس. مقابر المماليك، دير وادي المطون، في فترة حصل فيها أمطار في 2014 فكان دير اتدمر فيها، يعني دي كانت مزارع سمك، السمك خلاص مات. رحنا بعدها بيومين، ده كان جولة ليوسف بطرس غالي قبل الانتخابات بتاعته. جنازة عمر سليمان، ناس بيرو. هنا كان في فترة كان في قلق في الشارع من الانفجارات بكل الأشكال، فكان في شارع القصر العيني حد شاف شنطة كيس أسود على محطة أتوبيس فبلغ عنه، قعدوا حوالي ساعتين لحد ما جابوا، يعني عملوا كرتون حواليه وبعد كده جابوا الشرطة وبعد كده جابوا الريبورت، وفي الآخر طلع فيه بس إزازتين. دي كانت جنازة شهداء رفح. دي الإخوان كانوا في مسجد رمسيس، وعلشان يخرجوا قعدوا فترة طويلة جدا لحد ما الشرطة جت عشان الأهالي ما يكدوش عليهم وخرجوا في حماية الشرطة. دي نفس الحادثة اللي سيد كان فيها وبيتكلم عليها، واستغلال الضوء بكل الأشكال. الفكرة إن إحنا كمان وإحنا مصورين، يعني كذا مصور موجود في نفس المكان بنحاول بنطلع صور مختلفة، وتواجدنا مع بعض في نفس المكان ده بيكون الحدث وبيكون الصور اللي هتطلع. لو موجود أنا وسيد فبنحاول على قد ما نقدر، هو بيعمل صور كويسة وأنا بعمل صور كويسة، كل واحد بيصور بشكل مختلف أو برؤية نظره أو بوجهته، فبتطلع صور مختلفة معانا كلنا. الفكرة إن الصورة دي أصلاً يعني هو أنا مش عارف أصور، النور قاطع، وعشان نوصل المكان ده قعدنا حوالي ساعتين تلاتة ومفيش حاجة تتصور ومفيش حاجة عارف أخدها، فكل الكاميرات كانت بتصور وزير النقل موجود وقتها لحد ما لقيت الطفل ظهر بالشمسية وواقف كده قدام القطر. اقول حاجه في الاوقات اللي بنبقى موجودين فيها كلنا ده بيسهل علينا عمليه التصوير اصلا، كون ان يبقى في كذا حد، ف يعني لو الاهالي هتضرب حد او هتزوم على حد ومفيش حد فينا ما اتضربش، مفيش مصور صحفي ما اتضربش، بس لو هيضربوا حد ففي ناس كتير مصورين معاه، فخلاص ما الدنيا كلها بتصور.
انما لو واحد لوحده ده ممكن يموت فيه حرفيا يعني. جنازة البابا شنودة، الجنازة دي كانت يعني مغرب الجنازة يعني اعظم الحاجات اللي الواحد صورها. برضو كان الناس كانت بتحب البابا شنودة حب كبير جدا، مسلمين ومسيحيين كانوا قدام الكنيسة في وقت خروج الجثمان من الكنيسة، لدرجة ان الامن ما عرفش يسيطر عليهم وهم بيجروا ورا العربية فاكرين ان هو جثمانه في المدرعة. الصورة دي والصورة اللي بعدها الاثنين في يوم واحد، هو يعني هو ده توفيق من ربنا. دي كانت حملة ازالة اشغالات، الست بتبص ايد الضابط عشان يسيبها مكانها وهو فعلا سابها. زاويتي كانت يعني بشكل ما كان فيها توفيق كبير ان الصورة تطلع بالشكل ده. هنا كان المجلس العسكري وقت بعد الثورة، كان المجلس العسكري هو المتولي امور الحكم في مصر. بعد ما صورت الصورة دي وانا لسه في نفس المكان، كلمني مديري قال لي اطلع على دار القضاء المجلس العسكري هناك صوره. فانا اللي هو طيب تمام ماشي، ما فيش حد بيعمل حاجة اسمها كده يعني، او ما فيش تصوير للناس دي. فانا رحت وفضلت مستني قدام دار القضاء وفجأة هم ظهروا قدامي. فاول ما ظهروا انا ما فكرتش، انا رفعت الكاميرا وصورت. هم كان معاهم تأمين، التأمين مش باين في الصورة بس هو ماشي على جنب. فهو بيقول لي ما تصورش وانا برضه بصور يعني. وانا بس انا يعني خلاص انا صورت ولازم يعني لازم اكمل. هو لحد ما هو جه عليا كده بيقول لي انت بتعمل ايه؟ فانا ما ردتش عليه، كنت لسه صغير يعني عندي 18 سنه او 19 سنه. فقال لي انت بتصور ليه؟ فبرضه ما ردتش عليه. فاللي وراه قال له سيبه سيبه سيبه، فسابوني ومشوا. محمد محمود، محمد محمود كان الوضع فيه يعني طول الوقت كان فيه اشتباكات بشكل مختلف. يعني مثلا الصوره دي بعد شهرين تالت واحد راكب على الموتوسيكل من ورا ده جه اشتغل معانا مصور، مش عارفه هنا صورته من غير ما اعرفه اساسا. دي الدويقه، صخره الدويقه، وايت نايت، التطعيم ضد شلل الاطفال، التعقيم، فن ميدان، جنازه مبارك، احداث مكتب الارشاد. استاذ فاروق ابراهيم، انا كان ليا حظ ان انا اقابله او ان انا اصوره صوره يعني. استاذ فاروق من المدارس اللي الواحد يتعلم منها وعنده ارشيف قوي جدا طول الوقت بشكل مرعب. يعني الجزء المعرض اللي معروض هنا جزء من ارشيفه مش ارشيفه كله، الوضع مختلف جدا معاه. نفس الحادثه اللي كان سايق بيتكلم عنها. وهنا فعلا تواجدنا ممكن يكون حماية لينا في طول الوقت، يعني احنا طول ما احنا موجودين مع بعض فهو حماية لينا. شمال سيناء، جنازة فريد الديب. هنا احنا خلصنا الصورة الصحفية، ممكن نتكلم عن ديل لايف او الدوكومنتري شوية. في حاجة بس احنا محتاجين نتكلم فيها وهي اخلاق المصور الصحفي في التعامل مع الناس في الشارع. كل مصور عنده وجهة نظره او عنده طريقته او عنده قانونه في التعامل مع الناس. فلو بنتكلم في نيوز او حادثة او كارثة او حاجة كبيرة يعني في الشارع، فانا مش هينفع اصور كل واحد او اروح استأذنه. بس على الاقل لازم نراعي ان الشخص ده ليه حق بشكل ما، ان هو ما يبقاش طالع بشكل مش لطيف في الصورة. لو نتكلم ده لوايف بقى او نتكلم كستوري يعني، فلا هو من حق الناس اللي طالعه في الصور ان هم يكونوا موافقين ان هم طالعين في الصوره، لازم نحترمهم. حتى لو انا صورته من غير ما ياخد باله وبعد كده خد باله وجه قال لي وريني الصوره او امسح الصوره او مش عايز صورة تظهر معاك، فلازم نحترم ده. وده بنسبه كبيره يعني في مصورين كتير ما بيعملوهوش، ودي مش حاجه صح جدا. انت لما تحترم نفسك هتحترم اللي قدامك فهو هيحترمك غصب عنك. دي رحلة الجمال من حلايب بشلاتين، بيجوا من السودان بيدخلوا حوالي 300 كيلو مشي لحد ما يوصلوا تبة الجمال في شلاتين، وبعد كده يتحملوا بقى الأسواق في مصر. بداية فترة كورونا كانت حاجة غريبة بالنسبة لي ان الناس تلبس كمامات في الشارع. بداية الفترة في 2019 آخر 2019 2020 كنت نازل ما بعملش اي حاجه غير ان انا يعني محتاج اصور حد بس لابس كمامه في الشارع. الصوره دي كانت بعد كوبري قصر النيل على طول. هو انا عديت من جنبه وهو كان شايل بنته وعمال بيلعبها، هما الاثنين لابسين كمامه. تفكيري وقتها ان انا لو استاذنته انا هضيع قيمه الصوره وهضيع معنى الصوره.
فضلت كده يعني انا عديته وبعد كده فكرت لا الصوره حلوه تستاهل ان انا ارجع لها تاني. رجعت عديت قصاده فضلت واقف 10 دقائق لحد ما يعني قعدت اصور فيهم لحد ما خدت الصوره دي. جيت اعديله واستاذنه ان انا صورته كان هو راكب ومشي. دي مشروب الجبنه في جبل علبه في حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين من اهم المناطق الموجوده في مصر. منطقه طبيعيه بشكل مرعب من اجمل الاماكن في مصر فعليا. دي رقصه الوسب دي بيحتفلوا بيها طول الوقت في افراحهم في مناسباتهم في كل الحاجات. المدارس هناك شكلها كده ولحد دلوقتي اعتقد لسه موجوده كده. يعني لو بصينا هنا هنلاقي السقف خشب والمروحه سايحه من الشمس بيرددوا على المدرس بورتريه لطفل من جبل علبه. الملماح كل ملماح في مصر بيحصل فيه مختلف عن التاني. يعني ده اسمه ملماح العاشر في الاقصر بيحصل فيه تحطيط وبيحصل فيه الملماح والناس بتقعد طول الوقت وبيحصل فيه حلقه راس الخيل. الناس بتقعد حوالي 4 أو 5 أيام بيحتفلوا بيه. دي مولد السيده زينب ده مولد الرفاعي ده زهر مزاهر مائدة الرحمن مدفع رمضان الصورة زي دي. احنا دلوقتي ما بقاش فيه فيل في حديقة الحيوان. الفكرة في الصورة دي ان الفيل كان بيروح مكان الصبح كل يوم بيفضل فيه لحد ما يرجع بيته تاني اخر اليوم. دي صورة من الحركة بتاعته من المكان اللي بيفضل فيه طول اليوم للبيت بتاعه. دلوقتي ما فيش فيل موجود في حديقة الحيوان. فهو فكرة من الدوكيومنتري او الستوري ان انت بتوثق حاجات موجودة دلوقتي ممكن ما تكونش موجودة بعدين او ترجع لها بعدين. بحيرة قارون شلالات القناطر نويبع الصورة دي انا صورتها في ماتش الاهلي وسيوسبورت. احنا الفكرة ان انت طول ما يعني احنا موجودين انا موجود في الماتش. الماتش ما فيهوش صور تطلع منه كاريرة فانت ما بت يعني مش رايح انا صور ماتش بس خلاص هو الماتش اللي موجود. لا تحاول تبص حواليك او تطلع اي صورة مختلفة من المكان في الارض. يعني مثلا الصورة دي برضو كنت رايح اصور مساكن الشباب عاصفة ده إبراهيم حماتو بداية العام الدراسي شكلها محمد صلاح مجزر في وقت كورونا. الشوارع كان شكلها غريب جدا يعني ده شارع طلعت حرب تقريبا ممكن يكون في نفس الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وخرجنا مش هنلاقيه كده استحاله يعني. هو الشارع فاضي تماما هو ما فيهوش الا 3 ماشيين وعربيه واحده. التغذيه البصريه اللي كان بيتكلم عليها سيد ان انت لما بتشوف تتكلم مع حد او بتشوف ستوري لحد تاني او بتشوف قصه او ترجم اي حاجه في دماغك الصور اللي انت بتتصور عليها دي بتتخزن تلقائي في دماغك لصور تانية او لتكوين تاني او بتبقى عامل كان في مكتبه في دماغك كده للصور بشكل ما. الصوره دي انا لما شفت المكان تخيلت الصوره دي حبيت ان انا اصورها بالشكل ده قبل ما اروح المكان نفسه. ده منشر تكثيف الطماطم في الاقصر. الصوره دي عكس شخصيه كهربا تماما. يعني كهربا مش شخصيته كده بس لما راح الاهلي الوضع اختلف معاه تماما. الاهلي بيعلم لا هو الموضوع مش فكره تعليم فكره تمشي نظام. اخر حاجه بسيطه بس كده نتكلم عن الستوري بشكل ما. طيب
الستوري في مصر مش واخدة حقها خالص بشكل ما. الستوري هي توثيق لحدث أو مكان أو حاجة معينة فترة طويلة من الزمن أو قصيرة، متابعة شخص أو مكان أو حدث معين لوقت معين. ده بيخلينا نطلع منه صور مختلفة بشكل كبير. يعني بنرجع له بعد كده. يعني هي الفكرة في الستوري إن أنت يعني مثلا توثيق أو التصوير بتاع الناس بتصطاد بإيديها وبالشباك في البرولوس، دي حاجة مش متشافة. يعني هو مثلا كل يوم بيصحى من النوم بيروح الراجل اسمه الشيخ محمد جابر، هو مشغل معاه قرايبه ناس من البلد معاه، بيروحوا بيفطروا وبيبدأوا شغلهم صيد في البحيرة، بحيرة البرولوس. هو الفكرة بس كمان إن أنت مجرد إن أنت بتوثق الصيد ده، يعني البحيرة نفسها المنسوب بتاعها قل تماما، فممكن بعد كده أصلا ما تكونش البحيرة موجودة أو ما تكونش فيها سمك أو يحصل أي حاجة بشكل ما، فيبقى عندنا توثيق للأماكن وتوثيق للقصص بشكل كبير. في الفترة بتاعت كورونا حوالي سنة كان شكل مصر مختلف تماما، ينزل الشارع أو الشغل مثلا كان من البيت، الشوارع نفسها كانت مختلفة تماما، الناس على القهاوي كانت بتتابع القرارات بتاعت الحكومة وبتلتزم بيها. كان في كذا، يعني كان في قصص كتير. يعني مثلا دي قصة عن عام في كورونا، فكرة إن أنت من القصة نفسها الواحدة ممكن تطلع كذا قصة مختلفة تماما. يعني مثلا هنا في كمامات، فممكن تصور صناعه الكمامات او الناس لابسه كمامات في الشارع عامله ازاي، المستشفيات، القهاوي، كل الحاجات دي تفاصيل صغيره ممكن تطلع من قصه كبيره. قفل المساجد مثلا، حصل قفل المساجد فالناس بتصلي بره المساجد، ركوب المواصلات كان بالكمامات، الغوريه، التعقيم بتاع الاماكن الاثريه والاماكن بشكل عام، حديقة الحيوان كانت فاضية، البنوك، الأسواق، الشوارع في مصر عموما بالليل وبالنهار، الأفراح، كل القاعات كانت اتقفلت وما كانش في حد بيعمل أفراحه فالناس كانت بتعملها في الشارع، الكافيهات والملاعب، امتحانات. تمام، انا كده خلصت، شكرا. بجد نشكركم ان احنا كنا موجودين معاكم وان انتوا سمعتونا. اتمنى ان احنا نكون اضفنا لكم مره معلومه بسيطه. ومستمرين معاكم، معانا عمر جمال بقى هيكلمنا عن القصص المتصوره كفيديو، وهيكلمنا بقى اكتر عن صناعه الفيديو وصناعه الاخراج بشكل عام. طيب بره شوف فاضل المساحه.